الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حيا الله الإخوة، حيا الله الأخوات، حيا الله المتابعين والمتابعات، حياكم الله جميعا. اليوم حاولنا نديروا الطريقة هذه جديدة، نصوروا المحل أثناء القيام بالكلام، ثم نمشيو للبلاصة ديالنا. نشكر كل من ساهم معنا، كل من اشترك معنا، كل من دعمنا ساعدنا وشجعنا على وضع المزيد من الفيديوهات والفوائد. اليوم عندنا فائدة جديدة، فائدة مهمة جدا، ألا وهو نتكلم عن ما يسمى عند العامة بحجر أم الناس. نمشي له هكا مباشرة، هو هذا الموجود في هذا حجر أم الناس، ولكنه الاسم الأصلي وهو علق أم الناس، علق أم الناس، وهو تقريبا أجود أنواعه، هو ما يستخرج من شجرة الكاليبتوس أو الصفصة، أجود الأنواع. علك شجر أم، علك شجر الكاليبتوس أو ما يسمى بأم الناس أو مون الناس، هو حجر نفيس جدا، أو علك شجر نفيس جدا، غادي نتكلموا فيه في أجزاء وفي فوائد كثيرة. نمشيو للمكان المخصص للشرح، نلتقي هناك إن شاء الله. ولا تنسوا يعني ضغط جرس ضغط الإعجاب والاشتراك في القناة، ثم ضغط جرس المتابعة حتى يأتي الجرس حتى يأتيكم الجديد. كاين بزاف ديال الأخطاء، يعني أنا شفت بزاف ديال الفيديوهات شفت بزاف ديال الفيديوهات ديال عشابين او مشايخ شيوخ روحانيين يتكلمون عن ام الناس ويقولون عنها او يكتبون عنها حجر ام الناس. طبعا هذا خطأ، هو علك من الاشجار وليس حجرا، وانما علك شجر. الغالب انه شجر الكاليبتوس او الصفصف، أجود الأنواع أم الناس، هي ما يستخرج من شجر الكاليبتوس أو شجر الصفصاف. علك نفيس جدا، معروف جدا، مشهور، له فوائد كثيرة جدا جدا جدا، من بين أكثر الفوائد ديالو هي فوائد الأغلب ديالها روحاني، لكننا يمكن أن نتكلم عن فوائدها الطبية من ناحية يعني فك العين أو فك العكس أو فك التبع. فحجر أو آسف حتى أنا كنقول حجر، فعلك أم الناس هو مفيد جدا ل يعني فك أو علاج العين والحسد والتابعة، بخورا يبخر يعني يحرق في النار، يحرق في النار. فنأخذ قطعة يعني صغيرة من هذا العلك أم الناس، ثم يوضع في المجمار فيبخر. الاسم ديالو في المغرب يقال له مول الناس، مول الناس أو أم الناس، هو على اسم هكذا أم الناس، اسم تعرف عليه الاسم الشعبي أم الناس. كي يقول مول الناس يعني هو علك من الأعلاك، قلنا من الأعلاك الأشجار المهمة جدا، يمكن أن يؤكل، يمكن أن يبخر، يمكن أن يعني يوضع في الماء الساخن حتى يذاب أو يدق، ويوضع في الماء الساخن ثم نغتسل به. كل هذا لإزالة العين والعكس والحسد، له فوائد أخرى يمكن أن نضعها في فيديوهات قادمة. يعني أظن بأن أم الناس له فوائد كثيرة وعظيمة جدا، سوف نأخذها، أظن سوف نأخذها بسلسلة. هناك يعني فوائده في إزالة العين، طريقة يعني وحده لإزالة العين والتابعة والحسد
وعنده طريقة أخرى لإزالة المس الشيطاني في الأشخاص، أو يستعمل كوصفة مع بخور آخر لطرد الأرواح الشريرة أو طرد الجن من المنازل ومن المحلات. سيكون فيديو ثالث، وهو فيديو مهم جدا لجلب الغائب أو جلب الحبيب بطريقة أم الناس، وعنده فائدة أخرى في للقبول. يمكن أن يكون السلسلة بها يعني درسين أو ثلاث فيديوهات أو ثلاث دروس أو أربع دروس على حسب. المهم هذا هو الجزء الأول، الجزء الأول عن أم الناس لعلاج العين وقطع التابعة وللمس. هناك ثلاث يعني طرق، إما أن يبخر بالنار، يبخر به في النار، نأخذ قطعة صغيرة مثلا مثل حجم هذه، ثم نضعها في النار في البخور تحرق، وتكون المدة يعني 3 أيام أو 7 أيام. أو نأخذ قطعة متوسطة أو قطعة صغيرة نضعها في الماء الساخن جدا، في كأس من الماء الساخن جدا، ثم نتركها حتى يعني تذاب، أو ندقها ثم نضعها في سطل من الماء ثم نغتسل بها. الطريقة الثالثة هو طريقة الشرب. يمكن أن نأخذ مقدار يعني حمصة، مقدار الحمصة من أم الناس، يمكن استعمالها هكذا، يعني سنريكم كيف. يعني يمكن أن يعني نأخذ قطعة صغيرة جدا هكذا، يعني مقدار الحمص الصغيرة، ندقها ثم نخلطها مع قليل من العسل حتى تستطاع وتبلع، ثم تبلع، لا ضرر في ذلك. هو علق من شجر عظيم، أجود أنواعه الكاليبتوس أو الصفصاف، حتى أن أوراق الكاليبتوس أو الصفصاف تستخدم في هذه الأشياء وهذه الفوائد وهذه العلاجات. لذلك فمن بين أفضل العلاجات وطرد أو فك العين والتابعة والمس هذه العشبة أو هذا العلق أو هذا الحجر، كما يقال له كثير من الناس يقولون له حجر من الناس. المهم هو يعني له فوائد، له فائدة عظيمة في هذه الأشياء. هذا كل ما لدينا اليوم في الجزء الأول من فوائد أم الناس. نرجو أن تتابعونا في الأجزاء القادمة، كما قلنا بأن سيكون مع أم الناس وقفة طويلة جدا، ليست طويلة جدا ولكن المهم طويلة، وقفة في فوائده، سواء كان في الفائدة العلاجية بالعين والتابعة، أو فائدته في جلب الغائب أو جلب الحبيب، أو فائدته في القبول. كل هذا سنتطرق إليه في أجزاء. هذا هو الجزء الأول المتعلق بفك العين والتابعة والمس، قلنا يكون على ثلاثة أشياء أو ثلاثة أمور، إما أن نبخر بعلق أم الناس، وإما أن نغتسل به، وإما أن نشربه. كل هذا له تفصيل ذكرناه في على طول هذا الفيديو. نتمنى أن نكون قد أفدناكم. لا تنسوا يعني الدعم، ولا تنسوا زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وضغط زر الجرس حتى يأتيكم الجديد. هذا كل ما لدينا، ودائما نعيد ونكرر أننا يعني نرد على ما يصلنا من
رسائل، ومن رسائل واتساب، ومن التعليقات هنا أو في الفيسبوك، نرد على قدر الاستطاعة، ثم على قدر ما وصلنا وما رأيناه بأعيننا، فما لم يصلنا وما لم نره لا نعاتب عليه. شكرا لكم جزيلا، هذا كل ما لدينا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.